السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنتعرف على كيفية معرفة يعني معرفة الحد الأقصى للرام في الجهاز الخاص بك من شركة أبل. أول شيء نذهب إلى عالم تفاحة، ثم about this Mac أو عن جهاز الماك، يعني من more info نختار memory أو memory، ومن هنا بنلقى رابط memory upgrade instruction أو اللي هي تعليمات لترقية الرام. نضغط عليها بيفتح لنا صفحة فيها جميع الماك المتوفر، يعني نسخ الماك القديمة والجديدة. لاحظ وهنا طرق ترقية الرام في الماك القديم والجديد، هذا القديم حق 2011 تقريبا، وهذا خلينا نطلع فوق الجديد تقريبا، هذا هو الجديد اللي هو 2013 تقريبا، اللي هو 27 هو اللي يكون ترقية الرام من الخلف. لا هذا ما هو، هذا القديم أيضا، الجديد هذا هو، لاحظ هذا الجديد اللي يكون الرام تفكها من الخلف. طبعا عشان تعرف الحجم الخاص فيك، أنا مثلا عندي ايماك 2013 21 إنش، هذا هو 2013 آخر 2013. بنضغط على الرابط، لاحظ بيعطينا هنا number of memory slot 4 أو 4 اللي هي 4 مخارج للرام. الباس ميموري 8 جيجا، لكن الماكسيمم ميموري 32، يعني أقدر أرقيها إلى 32 جيجا اللي هي الرام. هذا كان درس اليوم أو فيديو اليوم. طبعا 1600 هرتز التردد و DDR3. أتمنى أكون أفدتكم ويعطيكم العافية.